بحضور رجال دين ومفكرين مسلمين من الشيعة والسنة والمسيحيين ومن ديانات أخرى من 35 بلدا بينها العراق، أقيم في النجف مؤتمر علمي دولي تزامنا مع ولادة السيدة فاطمة الزهراء، شدد على التماسك والوحدة ونبذ التطرف وإشاعة روح السلام والمحبة بين الجميع. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر في كلمة مسجلة له بثت أمام الحاضرين أن التفتت والتشتت الديني والعقائدي الذي تحول إلى تكفير وتفخيخ وقتل هو التحدي الأكبر لثورات الربيع العربي، وأنه أظهر المسلمين في أعين العالم بأنهم إرهابيين وميليشياويين، داعيا إلى استخدام لغة الحوار بدل القتال. كنا بأعين الناس تكفيريين إرهابيين ميليشياويين، لا يوجد في عقولنا وقلوبنا إلا الانتقام والتفخيخ والقتال. فيا أيها العلويون ويا أيها العمريون ويا أيها الوهابيون، كفاكم تفرقا وقتالا، وتعالوا لنجتمع تحت لواء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وليك سلاحنا القلم وتفخيخنا النقاش وتفكيرنا الفكر وتكفيرنا الفكر والتفكر، ولنبتعد عن لغة الظلم والاضطهاد والأذى والتشدد. هناك يعني توتر طائفي، هناك شد طائفي في الموجود في المنطقة، نحن لابد أن نقف أمام هذا الشد الطائفي ببث روح الوحدة وبث روح السلام وبث روح التسامح. رجال دين مسيحيين ومسلمين أكدوا أن إقامة المؤتمر في النجف أرض الحيرة سابقا التي قامت فيها دولة المناذرة المسيحية، تجعله عنوانا لوحدة المسلمين والمسيحيين وكافة الأديان، مطالبين السلطات العراقية بالكشف عن بقية المواقع الأثرية في المحافظة. بما أننا نقف في أرض الحيرة الآن، وهي حيرة كانت عاصمة الدولة المناذرة المسيحيين، نقف اليوم بذات المكان وكأنها عنوان للحياة الوطنية المتكاملة إسلاما ومسيحيين. وما هو دفين تحت الأرض وتحت التراب، أرجو أن تحاول السلطات في العراق بعثه وإعلانه وتقديمه للأمم والشعوب. الربيع العربي كما تعلمون هو ربيع للسلام وليس ربيع لسفك الدماء. وعلى هامش المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، أقام المصور العراقي قاسم الكعبي معرضا ضم 61 صورة فوتوغرافية لمواقع أثرية مسيحية في النجف، ضمت أديرة وكنائس وصلبان ومقابر. النجف يعني من المدن مدينة التسامح الديني، حيث لم يجد خلال التنقيب أي آثار للحروب أو الأسلحة، وذلك وجدت أن أبرز هذا الشيء من خلال هذا المعرض. النجف التي كانت على الدوام رمزا للتعايش السلمي والاعتدال، تطلق اليوم ومن قبل ممثلي مختلف المذاهب والأديان نداء للتحاور بدل التناحر. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.